السلام عليكم بنات، ومرحبا بكم معايا في قناة شاف ملك. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الغداء نتاعي، واللي غادي يكون مرفوق أكيد بالسلطات. يعني المهم إن شاء الله أنا غادي نحاول نستعمل هاد الآخر القرعه السلويه ولا القرعه بسيبسي كيف ما كيقولوا لها في مناطق من المغرب. المهم هذه كما قلت لكم مع كنت استعملتها هذه يومين، حطيتها في القناه مع الكسكس، كتجي رائعه رائعه. غير جربوها البنات، كتجي خفيفه والكسكس ما يجيش سخون، يعني ما غاديش يجينا ثقيل ملي ناكلوه. المهم انا راني دخلت لكم في موضوع ثاني، غير بغيت نشجعكم على انكم تستعملوه بهذه القرعه السلويه، كيجي كيحمق. بالنسبه لينا غادي نحاول ننتهزوا الفرصة نتاع تواجد القرعة السلوية بالأسواق المغربية، مع هي الموسم ديالها محدود، يعني عندها يلاه شهر شهر ونص وغادي تختفي من السوق. والفيتامين تاعها راه غني عن التعريف، يعني فيها فيتامينات، وأصلا راها موجودة في هذا الموسم لأنها كتجي خفيفة وكتجي الوجبة نتاعنا مغذية وصحية وخفيفة في نفس الوقت. غادي نستعمل أنا هنا نخضرها، ندير القرعة السلوية مع الدجاج، تقدروا ديروا نتوما مع اللحم كيف ما بغيتوا. كتجي زوينه، يعني لا هاك ولا هاك، كتجي زوينه الصراحه. عندي هنا نص دجاجه، عندي واحد الراس كبير نتاع القرعه السلاويه ولا نص كيلو الا بغيتو ديرو. عندي هنايا شويه بطاطا بالنسبه للدراري، انا يعني بالنسبه للدراري الا بغيتو تدخلوهم البطاطا هكا باش ياكلوها، معروف على الدراري ما كياكلوش جميع الخضار. انا بالنسبه ليا عندي حاله خاصه، عندي بنتي الكبيره هي اللي ما كتاكلش جميع الخضار، فدرت هنايا شويه بطاطا. عندي الزيتون الخضر هكا، تقدروا ديروا حتى داك الاحمر. عندي شويه هنا الاخر، واحد زوج حبات نتاع الفلفله حاره غير باش النكهه هذه اختياريه، واحد زوج حبات مطيشه مشلطه هكا رقيقه، وشويه قزبر، واحد زوج فصوص تاع الثوم. انا درتهم من اللي راني دايره هنايا الدجاج، اما الا كنتوا غادي ديروا اللحم فبلاش منه. عندي واحد نص بصله مشلطه رقيقه وشويه زيت. بالنسبه للبهارات غادي نستعمل ملحه، ابزار، كركم، زنجبيل وشويه تحميره. بالنسبه للتحميره البنات ديما كنوصي عليها هي والقرفه، انكم ما ديروهاش تقله في المراق لانها غادي تضيع لكم ودير لكم بحال ريحه الحرق وتعطي واحد اللذه ماشي زوينه. بالنسبه للقرفه والفلفله حمراء ولا تحميره، هادو نضيفوهم حتى الاخير، يعني نضيفوهم ونكبوا عليهم الماء، يعني نمرقوا. هذه هي نمروا على بركه الله وطريقه. انا بنات المهم بعد ما يتقلى هذاك غادي نضيف انا دابا العطريه نتاعي. انا خمر لي الخبز خمر لي الخبز وراني نطيبو، بدلت كاع البلاصه الكوكوت، ماشي مشكل. المهم حتى المره الجايه ان شاء الله ونقدم لكم الخبز المطلوع ولا البطبوط ان شاء الله يا ربي. المهم بسم الله.
هنا بنات من بعد ما وجد الطبق، المهم هذا هو الشكل النهائي. المهم هي راها اكله عاديه ما فيهاش شي حاجه، غير بغيت نشاركها معكم. بالنسبه للبنات الا درتوا اللحم اكيد غادي يدي معنا وقت طول، يعني في الاول غادي نخليوه تقريبا واحد هكا واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه والنار مهيله يطيب بوحدو قبل ما نضيفوا عليه ديك القرعه والبطاطا. ايوا وصافي هادشي ما كان. المهم هذه هي، خليت لكم الراحه وبالصحه والراحه والسلام عليكم.